بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بال 2015 سبحان الله، عندما بدأت الاستغفار قلت لكم إني كنت أخذ يعني الصلاة 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى بال 2015، 6 أشهر 5 صلوات تكبيرة الإحرام الأولى. نعم، يعني كان كل برنامج حياتي الصلاة. على ماذا ارتكزت؟ هذا المولى عز وجل يقول لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب 2015 كيف وصلت للاستغفار؟ ما هو هي الآية قريتها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب أنا عندما أطبق الله علي كل شيء ومنعني من كل شيء فأقبلت على الله، فسبحان الله مثلي مثلكم بدأت أسمع دروس، وهذا الدرس كان للشيخ راتب النابلسي. نعم، واستعمل هذا الحديث. علمت إن هناك يعني خلل ما في هذه الأمة، في إشي إحنا نغلط فيه ما عرفته، لكن أنا تمسكت في هذا الحديث وما كنت أفحص هل هذا الحديث صحيح هل هذا ضعيف. ما كنتش بذيك الفترة، ما كنت أبحث يعني صحة الحديث. نعم، عشان فقط أبين لكم إنه عندما تسمع أي حديث وتريد أن تعيش هذا الحديث عليك أن تتأكد إنه هذا الحديث فيه له، إن كان حتى ضعيف مثلا له عدة طرق، له آيات في كتاب الله تقوي مثلا عن الاستغفار مثلا، هكذا. لازم إنك تعرف شو تأخذ عشان تعيش هذه الحقيقة، عشان ما يصير عندك تثبيط. يعني مثلا أخذت أي عمل مثلا وطبقته وهو كان حديث ضعيف ولم تجد منه شيء، يعني شيء ملموس، كما قال رسول الله مثلا وعده الله في هذا، رسول الله في هذا الحديث إني دفعت كذا ستقطف كذا، فلربما أنت أخذت حديث ضعيف ولربما أخذت حديث مكذوب على رسول الله. عشان هيك مهم جدا إنك أنت تتأكد من صحة الأحاديث، لا تنشر كل كلام تسمعه. تأكد اليوم الإشي هوين، ممكن أنك تفحص يعني ما صحة هذا الحديث، تقرأ الحديث في جوجل مثلا. نعم، إحنا يعني هي أسرع طريقة ممكن الواحد يخرج هذا الحديث، بس يبين هذا الكلام. بدي أقرأ الحديث على مسامعكم عشان تعرفوا أني أنا كنت أبحث عن الخلل الذي كان في هذه الأمة منذ 2015. والله منذ 2015 أنا أخذت هذا الحديث وطبقته على نفسي إن شاء الله أقرأه. طبعا هذا أنا سمعته من الشيخ راتب النابلسي، ما قرأته، سمعته كان يعطي درس. إسا لو هذا ما فيهش إنترنت، هذا الموبايل ما فيه إنترنت، عشان نسمعك راتب النابلسي إن شاء الله سأضع رابط درس الشيخ، رابط الشيخ راتب النابلسي مع هذا الرابط على صندوق الوصف عشان تسمعوا. عشان يعني أنا أخذته من شيخ كبير يعد ذو علم ما شاء الله عليه، وطبقته على نفسي، ولكن الله قادني إلى الاستغفار بال 2015. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهوته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وآوى الغريب. كل ذلك وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوى عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له علما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبره، أكلأه بقوتي واستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يتسنى ثمارها ولا يتغير حالها. أنا أخذت هذا الحديث بمحمل الجد. نعم، وبدأت حتى إني أتكلم في دروسي عن هذا الكلام. ليس الصلاة بحركاتها. نعم، دا أوصل لك كلام، في ناس إخوي بقول بستغفر أو بقرأ قرآن أو بعمل، لكنه لربما النمص لا زال موجود، لربما الغيبة لا زالت موجودة، لربما مستعجل الأمور، لربما يعني يشك، لربما والله هذا الخوف الذي في قلبك سببه الذنوب.
الحيرة وكل هذا سببه الذنوب، عدم الطمأنينة سببه الذنوب. يعني أنت ممكن مستغفر ولا زلت تذنب، لربما أنت لا تدري أنك تشرك بالله بالليل والنهار. الحاصل هنا أني بعد ما أخذت هذا الحديث ودأت أدرسه وأعمل به قدر المستطاع، وصلاة خمس صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، فساقني الله للورد 30,000 استغفار. فأخذنا بفضل الله الاستغفار 30,000 من باب أنا مصدق خلص. عندما سمعت قصة الإمام أحمد مع ذاك الخباز، وكان هذا الدرس عند الشيخ عبد الرحمن اللحياني، والله هذا درس واحد، ودرس واحد سمعته من الشيخ عبد الرحمن اللحياني، إنه يا شيخ خبر الناس إني يستغفر الله 30,000 مرة في اليوم، وأنا استغفر 30,000، والله ما سألت الله بشيء إلا أعطاني. وكانت عند الإمام أحمد نفس الكلام، بس ما كان في عدد. وكان في قصة أخرى عن الاستغفار. طبعا إحنا اليوم عندنا عشرات بل مئات بل آلاف، عشرات الآلاف من القصص عن الاستغفار في قناتي، من يعني بعد ما بيّنت لهم، وتشعبت الأمور في كل اتجاه. نعم الاستغفار تشعب في كل منح الحياة، كل شيء كل شيء. والله عندما تعلم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الاستغفار هو رحمة الله، لا يمكن شنهي كل الذي يصيبنا إنها الذنوب. فهذا الحديث فيه يعني هو فيه صحة، لكنه ضعيف جدا هذا الحديث. نعم حتى إني عندما انتهيت، واحد يعني كان إمام مسجد وما شاء الله عليه يعني متعلم مليح يعني في الشريعة، قال لي يا أخي أبو أحمد هذا ما سمعنا ولا مرة هذا الحديث، أول مرة، وذهب ليخرجه لم يجده. هذا إنما تقبل صلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهوته عن محارمه ولم يصر على معصيتي. هذا الحديث سبحان الله كنت حافظه، وين أوقف أتكلم فيه. فالشاهد هنا إنه لأني أنا شوف سلمان الفارسي، دائما نقتدي في سيدنا سلمان الفارسي رضوان الله عليه. سلمان الفارسي عندما يعني يبحث عن الله جل في علاه، فعبد المجوسية حتى صار مسؤول عن النار، ثم انتقل ليخدم بالمجان قس أعلم أهل الأرض في الدين عند النصارى. وخلاصة الكلام حتى إنه بيع، يعني بعد ما مات آخر قس يعني يعلم فيها ما في هذه الأرض، يعني عالم دين، وصاه أن يذهب إلى بلاد العرب. هذا القس قال له لقد لاح زمان نبي. المقصود هنا عندما تبحث بجد عن الله، مش فقط عن الفلوس وعن الدين وعن هذا، الله الذي منعنا كل شيء، عندما تترك وتبحث تركت كل شيء، حطبني الله، يعني بالعربي سكر كل شيء علي، ما في مجال غير نفس واحد، الطريق إلى الله فقط. فبدأنا نقترب، وعندما سبحان الله يعني يتحقق لك حديث تلو الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة، وما تقرب إلي باع عبدي باع إلا تقربت إليه ذراع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، وهكذا. فتكثر الأسئلة إنه يعني يا أخي يعني الله اصطفاك، والله اصطفاك يا جماعة. احنا كنا نقر الصلاة زمان، نقرأ نعم، نصوم جوعا نعم، نعبد الله يعني مكرهين، خايف من النار مش حبا، ولا كان في أي عمل من الأعمال حب. نعم كانت هيك فترات تأتي عليك، فترات فيها الإيمان يرتفع فيكون حب، أما الغالب كلها تو يعني خايف من النار، خايف من الله يعذبني بالنار، خايف أموت على معصي، هكذا خايف يعني فقط. ما تلذذنا في العبادة، ما استشعرنا الذي استشعر فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا أياما معدودات في رمضان غير عندما عشت هذه الأحاديث يعني، وأخذت محمل الجد وبدأت أصوم اثنين وخميس، ودخلت على رمضان بال2015 وأنا صايم. كانت والله هذه الأيام المعدودات، وبال2022 كمان كان رمضان 2022 هو أياما معدودات، وباقي الرمضانات كلها كانت وكأنها والعياذ بالله عبء صعبي. إيه وين تخلص رمضان هكذا؟ ولا نعرف كم من الرحمات ينزل الله علينا في رمضان،
ولا ندري كم من الرحمات ينزل الله علينا في استغفار. فنريد أن ننتهي. لا تنتهي أخي، هاي رحمات تتنزل عليك، هاي أرزاق تتنزل عليك، هاي فهم، هاي علم، هاي رضا، هاي رضوان، هاي يعني الطامة الكبرى. أنا أعتذر أني أتشعب قليلا، لكن الطامة الكبرى أنت عندما هذا الذي تكلمت عنه، أنه طبعا أنا من الداخل الفلسطيني عشان تعرفوا، أنا مش من غزة. في غزة الضفة وين السلطة، الضفة الغربية وين السلطة، وين الداخل الفلسطيني يعني 48. لكننا يعني إلا ما يكون في عندنا شواذ، إلا ما يكون عندنا شواذ وعدم. والله أنا أرى أن الأمة مسحورة، أقسم بالله أنا أرى أن قد سحرونا وشربونا سحرهم، وإحنا ببعدنا عن الله أذن الله لهم أن يسحرونا. نعم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني تراهم ينظرون. لربما بكثرة هذه الفتن التي عرضت على القلوب، أعتذر أني أنا أتشعب، فهناك ناس يسألوا يعني لماذا لا تذهب وتقول للناس هذه مثلا في أعراس في بعد فيها غناء، لماذا لا تذهب إليهم؟ يا أخي لا يفهموا. بقول لك هذا عرس ابني، أنا صلي 20-30 سنة بدي أزوج ابني بدي أفرح فيه، هكذا عقله هيك بقول. الأم هكذا، وعندما تأتي المصائب علينا أين الله؟ سبحان الله، يعني أعتذر تشتت قليلا. عندما تبحث عن الله بحق، يعني عن جد تبحث عن الله، الله سيهديك السبيل، الله سيبين لك. كما ساق لي الاستغفار ولزمت الاستغفار، كنت مع سورة البقرة في الماضي، نعم، من 28-9-2019 إلى يومنا هذا مع سورة البقرة، وقرأتها 4 مرات و3 مرات ومرتين في اليوم قرأتها، يعني مدة طويلة. لكن الأوجاع، الأوجاع التي تفتك بيك ما كانت تروح في سورة البقرة. الاستغفار، نعم، لربما يبطل عنك الله سحر، لربما يهديك الله للاستغفار، نعم. يعني ما هو عشان تعرف انه بينفعش كل الدنيا تكون طعمي وحدي، عشان تعرف عظمة الله لازم بالاستغفار. الله يمطر السماء، سورة البقرة لا يمطر السماء، مفهوم؟ بسورة البقرة فهمك بيكبر بالاستغفار، بتضلك انت ما زلت انت مستغفر قريب من الله، انت يعني في مأمن. انت تركت الاستغفار راحت عليك، مش تركت، يعني انت معرض انك تترك الاستغفار، انت معرض. بسورة البقرة بعد ما تبحر معها بفضل الله ومن أسرارها انها ستمسك كالصلاة. كيف اللي بيصلي ولا يترك الصلاة؟ لن يترك سورة البقرة عندما تستحكي منه سورة البقرة، خلص هذا جزء من حياته، نعم. وسورة البقرة ستكون سبب لك أنك تحافظ على الاستغفار كذلك. وسورة البقرة هي التي فهمتني يعني بفضل الله، طبعا كل الفضل لله، وكأنه هاي قلنا شفرة من غير هذا العقل، هذا العقل بتغير بسورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله، فبتصير فهمك أوسع وعلمك أكثر، وكل الذي يحصل يعني أنت مراقب لله أكثر مع سورة البقرة. نعم، في أشياء والله اكتشفتها أن الله حققها لي بال 2015 كلها بسبب أخذي لسورة البقرة. يعني بعد 4 سنين كل الذي كنت أطالبه من الله أعطاني إياه، كل الذي كنت طالبه. عشان هيك أنت المستغفر لا يستعجل، لا يستعجل، سترى يوما إن الله حقق لك كل شيء، كل شيء. سبحان الله، وآتاكم من كل ما سألتموه. لكننا نستعجل، فلا تستعجل يا أخي، اصبر. أنت إذا أنت على الطريق الحق فأنت على خير. استسلم. شو يعني استسلم؟ خلاص وكل الله، شو بدك تساوي؟ ولا شيء، ما في بيدك. لو كان في بيدك ما أجيت للاستغفار، خلاص أنت بتستغفر، سيأتي الفرج إن شاء الله. بعد إنك ما هيك تتذلل إلى الله ويصور في حب لله، وعندما يذيق الله من الطعامات، من طعامات الإيمان، فبصير قلبك يتغير. خلاصة الكلام، الباحث عن الله جل في علا بحق ويريد أن يصل إلى الله ومرضات الله ويراقب الله،
هذا سيهديه الله جل في علاه، لا سيقوده إلى عمل يعرف الله من خلاله. نعم، هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني الناس وكانها مسحورة. نعم، عندما عشنا سورة البقرة والاستغفار، هذه الفتن تعرض على القلوب، عود عود، فيصبح القلب أسود مرباد، يعني أسود أسود كظلمة الليل، لا يهتدي. يا أخي بيفكر شيء، ما بيفكر هذا فرح وهذا هاي اللي عمال يصير. يعني إحنا عنا لعب كرة قدم كانت قبل يومين بين الجزائر ومصر، والملعب في الإمارات مليء عن بكرة أبيه. يعني كانت في صبية فيها حاطة علم فلسطين، طردوها من داخل الملعب. وعندك لربما 100,000 متفرج كرة قدم، وهذاك فرح، وهذاك عنده شواء له، وهذاك يعني بنستنى ننتظر المصيبة وننظر كم العدد القتلى. نعم، والزلزال الفلاني زلزال، خلص كلمة اسمها زلزال قتل 40,000، خلص خلصت. لا هو عقاب ولا هو رسائل ربانية، ولا هذه الحرب التي تدور في غزة هي حرب ربانية ولا شيء، خلص كم عدد القتلى هكذا. أخبار صارت عندنا أخبار. ليش؟ لأنه القلوب سوداء. إلزم الاستغفار بتصير تعي، إلزم الاستغفار بتصير تعرف، إلزم الاستغفار فبينزل الله رحمة. نتوب من الذنوب ونحث الناس، حث الناس على ترك الذنوب. بدهنش بلاش، الناس بتفهمش يا جماعة، الناس بتحارب، الناس بتحاربك في فكر بقول لك إحنا تحت البلاء، في فكر بقول لك إحنا على ألف خير، إحنا مليحين مع كل هذا الربا وكل هذا الرقص وكل هذا الغناء وكل هذا التبرج وكل هذا. خلاص إحنا على خير. رسول الله السلام قال: الخير في وبأمتي إلى يوم الساعة. نعم، علموا الناس أشياء وتركوا التي دمرتنا، تركت التي دمرتنا: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وليشيكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه تدعون فلا يستجيب. هذا لم يعلموه للناس، لم يعلموا يا رسول الله أن تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جيرانه في لسانها، قال: لا خير فيها فهي في النار. والله واحد من الذين يتعلم كلية الشريعة قال: على رسلك يا رجل، الله رحمة واسعة. يعني كانت الأمور التي ينسب الأحداث لأشخاص. يا جماعة هذا عقاب الله علينا، هذا لا 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 لا، شو بدك مني أنا؟ يعني الله فتح علي هذه القناة، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله علي. وأنت تأتي تبحث عن الاستغفار، فأنا أقول لك ما كيف تفعل. لكني إذا بدي أخاطب رجل أمامي والله لا يسبني ويشتمني، قل ما أنت مجنون؟ ليش إحنا كفار؟ هكذا بيقولوا، يقول لك أنت أنا كافر. فلازم تعرف أن هذه القلوب سودت. لا يعلم الناس حديث المفلس يمر مر الكرام، لا يعلم الناس الاستغفار. ما معنى الاستغفار؟ أنه لم يعيشه. قرأ الحديث، قرأ عن الحديث، جاء إليك بينه لك ما معناه، لم يعيشه. لا يأذن الله، والله لا يأذن الله. تعرف لمين يأذن الله ببر الوالدين أن تبينه؟ للذي يبر والديه. تعرف مين يأذن الله أن يتكلم عن الاستغفار؟ للذي عاش الاستغفار. تعرف لمين يأذن الله أن حتى لو لا يعرف أن يتكلم كلمتين، يعني لغته العربية مكسرة، ويعني يعني بيعرفش يشكل كمان، سيوصل الله الرسالة. ولو كان أعجمي بكسر الكلام تكسير وقال كلمتين، والله ستفهم منه وتعي. وحتى لو كان الذي معه يعني للكلمة عشر معاني، لن يوصل الله رسالته إن لم يعيش الاستغفار ويعيش الذي يقوله. اقرأوا القرآن وهو لا يقرأ. تعلم وهنا يعني هو تعلم، أخذ الشهادة وخلص مثلا، أنا بقول مثلا. لكن من عاش حقيقة الاستغفار أو سورة البقرة أو الحوقلة أو الصلاة أو قيام الليل أو الذكر الذاكر، هذا سترى إن الله سيجعل في كلامه أثر في قلوب الذين يعني يبين لهم.
عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بهذه الآية سيعرف الناس ربها، سيعرف الله، سنعرف الله. نعم، لم يعلم الناس حديث المفلس، خلاص انت الصلاة للصلاة كفارة، الجمعة للجمعة كفارة، سورة الكافر نور، هكذا كله فقط مكارم الأخلاق. فأنا أريد أن أنهي إن شاء الله درس الباحث عن الله جل في علاه، سيهديه الله، الذين يجاهدون في الله سيهديهم الله. نعم، فابقوا حققوا النية الصادقة أنكم تبحثون عن الله جل في علاه، وسيكون أمركم على خير، وسيكون أمركم على خير. فأنا إن شاء الله نعم، خليكم قريبين، اتركوا الذنوب، أقبلوا على الله، جاهدوا، يعني أكثروا من كل شيء. والذين جاهدوا فينا، وصل لهذا الكلام، وصل لهذا الحل، لهذه الآية. عندما توصل لهذا، تصل إنك جاهد، تعبت قيام الليل، اسأل الله، ألح على الله. الذنوب تحول بين الصلاة، الذنوب تحول، تلح بين، تحول بين. فعندما أنت تبحث الله سيهديك. كيف إن الله عندما أخذ أن الصلاة إنما يعني يتقبل الصلاة الله، لا، إنما يتقبل الله الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهوته عن محارمي ولم يصر على معصيتي. هذا الحديث سأرفقه للشيخ راتب الدبلسي في رابط إن شاء الله الحلقة عندما أنزله، لكني أنا يعني هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا، لكني عملت به وساقني الله للاستغفار بال 2015، هذا عملت به وساقني الله للاستغفار والحمد لله رب العالمين. أنا قلت لكم سلمان الفارسي رضوان الله عليه صدق إنه المسيحية هي الصح، ولكن الله ساقه إلى الإسلام والحمد لله رب العالمين. وهكذا عندما تجاهد، تبحث عن الحق، تبحث عن الهي، والله جل في علاه هو الذي يغلق علينا كل باب، يجردنا من كل شيء من حولنا حتى يستخلصنا لنفسه. فاقبل هذا الاستخلاص، إن الله جردك من أصحابك، من الذين حولك، وأقبل على الله بحب، في إكثار، أذكر الله، اسأل الله، مارس الذكر الكثير والسجود الطويل، مارسه عشان يلين القلب. السجود الطويل، نعم، في جوف الليل مارسه، ثم اسأل الله بعمل. دايما اعمل عمل خالص لوجه الله، اطعم قط، تصدق صدقة، سامح شخص، روح زور امك، اخدم اهلك، اعمل عمل خالص لوجه الله، ثم اسأل الله بهذا العمل، وأنت ساجد أن يلين قلبك، أن يعطيك مسألتك، أن يرفع الغمة عن الأمة، أن يغير أحوالنا. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نعم، والذين جاهدوا فينا لن يهدينهم سبلنا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.